يواصل المخرج رامي عادل إمامنا في أخبار تدهور صحة والدي، فبعد أن نشر بياناً يؤكد فيه أن الزعيم بصحة جيدة، عاد مرة أخرى وقدم دليلاً على صدق كلامه بنشر مقطع بالصوت والصورة. ابن عادل إمام نشر مقطعاً من تصوير والده لأحد مشاهده من مسلسل فالنتينو وعلق على الفيديو قائلاً: اليوم من التصوير فالنتينو رمضان 2019، انتظرونا. تفاعل محبو الزعيم عادل إمام مع ظهوره الأول بعد أخبار تدهور صحته التي انتشرت بسرعة البرق الأيام الماضية، والتي تردد فيها بأن وضعه الصحي حرج، لهذا توقف عن تصوير مسلسله الرمضاني بشكل مفاجئ. وقتها خرج هشام تحسين منتج مسلسل عادل إمام الجديد عن صمته لينفي خبر تدهور صحة عادل إمام، مؤكداً على أن التصوير توقف لأنه يسير وفقاً لجدول زمني. كما أكد منتج مسلسل عادل إمام الجديد أن الزعيم عندما عرف بهذه الأخبار التي تتناول وضعه الصحي لم يبدي اهتمام، قائلاً: سيبكم منهم.